أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، برز اسمها في عدة مجالات، أنجزت خلالها الكثير في مسيرتها، تحديدا في تصميم العبايات والجلابيات، وأخيرا حصلت على جائزة أفضل تصميم عباءة، وأسست من حوالي سنتين مؤسسة تعنى في التراث والأزياء، لتفوز مؤخرا أيضا بعضوية مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وبهذا أصبحت ضيفتنا نموذج للمرأة السعودية الناجحة. اسمحوا لي أرحب في ضيفتي في الاستوديو مشاهدينا، مصممة العباءات والجلابيات والمجوهرات وسيدة الأعمال أستاذة حنان الدهم. مساء الخير أستاذة حنان. مساء الخير حبيبة قلبي. أهلين أستاذة رانيا، كيف حالك؟ الله يسلمك رنيم. حديثين عن بدايتك مع التصميم، وما شاء الله يعني أكثر من مجال في من مجالات التصميم. الله يخليك. بالنسبة للتصميم تعرفي، هي بداية كهواية، بدأت كهاوية من سن صغير وعشقت التراث، فحبيت الجلابية البدوية السعودية، حبيت أبرزها بطريقة أفضل وأجمل وتطوير أكثر، أضفت عليها لمسات التطريز العربي البدوي أيضا من بلاد الشام، أعطاها جمال أكثر ورونق أكثر، فكنت أحب الثوب السعودي يكون مطور في شكل أفضل يعني. فمن هذا الباب بدأت أعشق التراث السعودي وعملت له تطوير، وبدأت الهواية من سن صغير يعني. طب هذا بالنسبة للجلابيات، تصميم العبايات، كيف انتقلتي لتصميم العبايات؟ العباية والله فرضت علي من بعض الزبونات، كانت تشوف علي العباية جميلة، عبايتك حلوة، عبايتك كذا، صممينا. أنا أبعد عن العباية كثير لأنها مجالها ما شاء الله مفتوح وواسع، وأنا مركزة على الجلابية. الهدف من الجلابية ليس للبس الجلابية بقدر ما هو حفاظ على هذا الموروث السعودي والخليجي كمان. الهدف كمان اقتناء هذا التاريخ، حفاظ عليه عشان أنا أقتنيه وبنتي تقتنيه ويبقى لجيل قادم يعني. فهذا كنت حريصة على هذه النقطة أنا، ولا ما شاء الله السوق زاخر في هذا. اتجهت للعباية بسبب الزبائن يعني، كانوا يشوفون أنا أهتم في لبسي في ناحية الجلابية، كنت أصمم الجلابية والعباية تناسب الجلابية. فصار يطلب مني وفرضت علي. جميل. فمن 4-5 سنوات بدأت فيها، وبدأت في الجلابية العباية العسيرية، وكانت هذه يعني سوت صدى الحمد لله. شاركت فيها في منتدى سيدات الأعمال الاقتصادي في المنطقة الشرقية على شرف الأميرة جواهر بنت نايف، الله يطول عمرها ويحفظها إن شاء الله. وكنت من ضمن 6 سيدات الحمد لله، فزت في جودة الإنتاج. حسب ما أعرف أن في عندك عبايات أو مجموعة من الملابس يعني تتفائلي فيها، صحيح؟ صحيح جدا. طبعا شوفي، كل إنسان له يكون له بصمة أو ذكرى جميلة يحتفظ فيها. وأولها كانت اللي هي العباية البشت تقريبا، من اللي أنت لبسها الآن. نعم، اللي أنا لبسها الآن تقريبا، هي طبعا لقت يعني ردود فعل معاكسة، كيف المرأة تلبس العباية كبشت رجل سعودي. وأنا ما هذا الهدف، الهدف العباية غيرت فيها شوية ودخلت وركزت على أن المرأة هي والرجل واحد، ليس في الشكل أو في اللبس، إحنا في الروح نتكلم عنها. أول ما بديت في العباية هذه وأصرت أنها تكون عباية بشت، لأن المرأة تعتبر صديقة وخوية للرجل مدى الحياة. وهي بداخلها يعني، وهي بداخلها وأضافت لمسة أنثوية. نعم، حتى هي أنثى. فتفائلت في العباية، صممت العباية هذه من تقريبا 12 سنة يعني، هي أول عباية بدأت أصمم فيها وتفائلت فيها كثير وحبيتها. ومجرد من أول تصميم ولبستها في مناسبة طلب مني في ذاك المناسبة 13 عباية ما شاء الله، من نفس التصميم تقريبا. من نفس التصميم طبعا بإضافات. أنا بالنحمة شغلنا وتصميمه مستحيل التكرار، الموضوع في الكيف وليس في الكم. الهدف مثل ما تفضلتي اقتناء، وليس زي مجرد زي انه يلبس ويرمى بعد فتره. أكيد. لا، انا ابغى الشيء هذا يضيف للمراه حس وطني وحس تراثي وحس من الشموخ والاصاله، لما تلبسها تحس في كونها انثى فعلا، تقتني شيء جميل. بالتحدث عن الاقتناء، يعني اللي دائما مجموعتك تكون مثل ما ذكرت، يعني مثلا تصميم العبايات يكون بناء على طلب زبونات محددات، ويكون خلاص لكل شخصيه الزي الخاص فيها. صح. ما تكرري عموما أبدأ. هذا يعني هذه تعتبريها كمصممه من نقاط القوه بالنسبة لك؟ طبعا الحمد لله، هذه نقطة جدا قوية بالنسبة لي، لأني مثل ما تفضلت وقلت لك أنا أقدم لوحة وليس أقدم جلابية أو عباية. الهدف منها الاقتناء مدى الحياة وليس ليوم أو يومين وترمى. حتى من ضمن طلباتي يعني أو شروطي مع الزبائن اللي عفوا يعني حابة أنها عبايتها ما تبغاها بعد فترة أو أنها تستغني عنها، أنا أطلبها في عقد بيني وبينها آخر أن ترجع لي العباية بسعر أقل أو الجلابية، أخذها ونعمل منها لوحات
كقطع ثمينة عليها، تتضمن عليها قطع فنية، تطريز حرفي. ممكن لهذا السبب تستخدم الأحجار الكريمة أو أحيانا القطع المعدنية أو الفضية عفوا. نعم عليها أحجار كريمة مثل كذا. الأحجار الكريمة هي تأخذ لنا وقت طويل في التصنيع والترتيب والصقل طبعا، إضافتها على الجلابية أو العباية عشان تبرز جماليات أكثر عرفتي، وتقنية أكثر، زيادة على العملات النقدية عفوا، إضافة إلى العملات النقدية القديمة من نعم. عصور قديمة أو من عهد الملك عبد العزيز الله يرحمه الملك فيصل والرؤساء دول الخليج، هذه تعطي إضافة وقيمة أكثر للجلبي، إضافة على الخط العربي، شيء من القصائد الشعرية، بيت أو بيتين الخالدة. نعم. طيب ذكرتي دول الخليج، اللي أنا أعرفه إن كان عندك يعني زيارتك للرياض كانت ضمن جولة في عدد من دول الخليج، إيش كان سبب هذه الزيارة؟ الله يعافيك طول عمرك، هذا سر عاد الواحد ما يبغى. والله الزيارة هي كانت لهدف إن شاء الله بإذن الله، نتمنى أنه يكون لنا يعني دور في هذا الموضوع، يكون لنا بصمة في دول الخليج في بروز التراث السعودي والخليجي بالذات. وعرضنا كذا مشروع عليهم وإن شاء الله نتمنى أنه يتحقق بإذن الله. له علاقة طبعا كله بالتراث، طبعا يتكلم عن التراث من الناحية السياحية التراثية والبحرية بالذات يعني. نعم من سنتين في مشاركتك في البحرين أخذت جائزة أفضل تصميم لعباية. نعم. ذكرت أنك بدأت في التصميم من 4 إلى 5 سنوات، لكن مثل هذه الجوائز أو الإضافات المتميزة شو اللي تؤدي إلى التغيير في حياتك أو في مجال عملك كمصممة أزياء؟ مشاركتي في معرض العباء الثاني في البحرين حقيقة يعني وضع لي بصمة جدا رائعة جميلة وميزني فيها، كوني السيدة السعودية الوحيدة اللي شاركت في المعرض ضمن 85 سيدة، رفع من معنوياتي كثير، وأسعدني جدا أنني مثلت المرأة السعودية في الخليج، وهذا الشيء كان كبير، وخاصة الحمد لله جاء مع اهتمام الشيخة نورة الخليفة الله يطول عمرها، صاحبة المبادرة وصاحبة المعرض اللي بدأ من تحت مظلتها، والتكريم اللي الحمد لله تم تكريمي فيه من لجنة الجامعة الملكية في البحرين، وأضاف لي شيء جميل ورائع اللي قلت كأني أثبتت أن المرأة السعودية فعلا أنها موجودة وأنها تعطي وأنها ومثلت المرأة بشيء جميلة يعني، وخاصة أني كنت الوحيدة السعودية المشاركة، فهذه طبعا أنا أشوفها ميزة ما هي سهلة. زد على ذلك أضاف لي اسم مصممة خليجية على مستوى الخليج، هذا كمان أسعدني كثيرا الحمد لله، وبرزني من ناحية التقنين والكيف. طب يعني سؤالنا الأخير بيكون عن ما الجديد بالنسبة لمجموعة 2014-2015 تحديدا، أنك ما شاء الله في أكثر من مجال تعملي. والله هي المجالات كلها متعلقة بالتراث، ومن ناحية التصاميم الكوليكشن القادم إن شاء الله الآن هو تقريبا تحت الانتهاء، خاص بزبائن معينة لشهر رمضان إن شاء الله. جلبيات جميلة بسيطة صيفية طبعا كلها تدخل فيها، كمان لا أخرج عن خطي اللي هو بالأحجار الكريمة، الشباري اللي تتعلق طبعا نحن عندنا نوع من أنواع الشباري التراثية والمعمولة يدويا حرفيا تركب على الجلبية، بالإضافة إلى العصي، هذه أنا راح أضيفها زيادة إلى الآن يعني بعض سيدات أضفناها لكن الآن راح تعلن بشكل أكبر. العصاية هذه تعملها المرأة السيدة كونها أحجار كريمة تتعلق بالأنوثة يعني. نعم. زد على ذلك العبايات وفقط لا غير يعني، لحد الآن إن شاء الله أنها يطلع. أكيد بانتظار كل ما هو جديد. حنان الدهام مصممة العباءات والجلبيات وسيدة الأعمال، شكرا على حضورك، وطبعا بانتظار كل ما هو جديد. ومشاهدينا طبعا مستمرين في سيدة في متابعة طيبة، لكن بعد الفاصل. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي عالمك في مجلة. في سيدتي بعد الفاصل. 15 ساعة من الجوال شهرياً ترفع نسبة الإصابة بالسرطان.